وصلنا ل 2023 ولسه لحد دلوقتي ناس مصابه بامراض وللاسف بتتكسف انها تتكلم عنها بالرغم من ان المرض ده بيأثر على حياتهم من ضمن الامراض دية انا حابب اتكلم عن التبول اللا إرادي هنتكلم ان شاء الله عن اسبابها وانواعها وازاي نتعامل معاها التبول اللا إرادي هو عباره عن مرض والمرض ده بيأثر على المسانه بيؤدي لتسريب بعض البول وبيصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال لأن النساء بيمروا بحاجات زي الحمل والولادة وانقطاع الطمس والعوامل دي بتأثر إنها بتضعف في عضلة الحوض دلوقتي هنتكلم عن أنواعها والنوع الأول هو الاسترس وده بيحصل نتيجة زيادة الضغط على عضلات البطن زي واحد بيعطس أو بيكح وتاني نوع عندي وهو الإرج وده بيكون بسبب زيادة نشاط المثانة نيجي للنوع التالت ودوت هو هو الأوفر فلو وده بيكون بسبب انسداد في مجرى البول والنوع الأخير عندي وهو نيوروجينيك وده بيكون بسبب مشاكل في الجهاز العصبي في النوع الأول اللي هو الاسترس عملية التبول بتحصل بشكل غير إرادي وده طبعا ليه تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية والنظافة الشخصية وحتى الثقة بالنفس طب أسبابها إيه؟ المجهود الجسدي زي الجري أو أو إن أنا أشيل حاجة تقيلة أو ممكن حتى الضحك أو العطس أو الكحة زي ما قلنا قبل كده أو ممكن بسبب الحمل طب إزاي نتحكم في المثانة؟ أول حاجة لازم نبقى عارفين إن المثانة فيها صمامين داخلي وخارجي الصمام الداخلي بيبقى عبارة عن عضلات ودي ما بنقدرش نتحكم فيها وبتفتح بشكل غير إرادي لما المثانة نصها يتملي والخارجي ده اللي بنقدر نتحكم فيه وهو ده اللي بنستهدفه في تمارين كيجل أمراض زي السكر وسرطان المثانة والشلل وعمليات زي استئصال المثانة واستئصال الرحم ممكن يؤدي إلى تلف الأعصاب وده بيؤدي إلى الأفعال اللا إرادية عشان كده بنستخدم التمارين كيجل عشان نقوي الصمام الخارجي طب إزاي نقدر نعمل تمارين كيجل؟ بكل بساطة هنبدأ نشد في عضلات الحوض لمدة 3 ثواني أو نعد لحد 8 وبعد كده نسترخي لمدة 3 ثواني ونبدأ نكرر الموضوع دوت كذا مرة وفي الصورة ديت بتوضح الفرق ما بين عضلات الحوض السليمة أو الضعيفة أو المتضررة حتى وطبعا الفرق واضح من فوائد تمارين كيجل إنها بتساعدك إنك تقدر تتحكم في عملية التبول بيقلل من الأعراض المصاحبة في حالات انقطاع الطمس وكمان بيسهل في عمليات الولادة برضو من فوائد تمارين كيجل إنه بيدعم أعضاء مختلفة وبيساعد جدا في امراض البروستاتا وبيحسن من الصحه الجنسيه ودي كانت نهايه الفيديو واتمنى تكونوا استفدتوا